أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من برنامجكم الوطني برواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد خالد من ورشة نهر الشام لصيانة السيارات. أهلا وسهلا فيك، نورت البرنامج. أهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. يا عميد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنا حضرت من سوريا، اسمي خالد علوم، شغال مجال تصليح السيارات الحديثة، السيستم الألومنيوم كلها كامل، الرجات البيت، كل شيء سيارات الحديثة، كرت العالي وتصليح على البارد، شواسي تصليح على البارد بالتعد، ومجال الصيانة كاملة، سيارات السيارة كلها كاملة. ممتاز. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في الوصف. الخدمات إن شاء الله بتكون خدمات مميزة، يعني على النظام إنه الزبون إنه يطلع مرتاح عنا إن شاء الله. إذا لازم أي أعطال أي شيء بنقدر نساعد الزبون بنساعده إن شاء الله بالمجال كله كامل عنا. وفي الخدمات مثلا العروض، الاسعار مثلا التناسق، مثلا زبون له، كل زبون مثلا له سعر خاص مثلا، او كذا سياره مجال له سعر، مثلا عروض تنازلات بالاسعار، مثلا كم سياره مثلا تصليح سياره فري تجي عليه مثلا. تمام. والمجال يعني تمام. طبعا في ظل المنافسه الموجوده في اماره الشارقه في مجال تصليح السيارات، شو المميز عندكم عن باقي المنافسين؟ هلا المميز عندنا انه تصليح الشواسي العربي، يعني انه تصليح بايدي، ما في انه مثلا عمال ثانيه مثلا غربت لي كتصليح عربي، عم بصلح شواسي. النظام المميز فيه تصليح الالومنيوم على البارد. ممتاز. اكيد سيارة تصليح البارد تجي. ممتاز. خبرنا اكثر عن الهدف والرؤيه المستقبليه لراسمين السنين الجايه. الهدف ان شاء الله انه نحب نتطور على اكثر واحسن، ويصير مجالنا اوسع وشركتنا اوسع، يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نتمنى لكم دائما نجاح وتميز. طبعا موجودين نحن في دوله الامارات، في اماره الشارقه، الامن والامان في دوله طبعاً الامارات. طبعا طبعا جداً. طبعا الله يعين. كيف ممكن يساعد على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد ايضا على استقطاب المساعده بالخدمات دوله الامارات؟ يعني مساعده كثير سهله ومعامله ميسره بكل الاتجاهات يعني والطرق يعني، وما في انه اي استعصاءات مثلا لكي اي جنسيه ثانيه او كي مثلا انه عنصريات او شيء، يعني ما في اي شيء يعني اشكالات. مجال كثير حلو بالنظام الاماراتي، مجال حلو يعني نظام الشركات والاستثمار فيه يعني. ممتاز. بنحب نتشكرك على ظهورك معنا اليوم باللقاء ونورت البرنامج. وحابين في نهايه الحلقه ناخذ منكم كيفيه الوصول والتواصل لورشه نهر الشام. يا ميت اهلا وسهلا. هلا تواصل على مجال نهر الشام، يعني عندنا تصليح السيارات كافه الانواع السيارات وكل الخدمات، صبغ وسمكره وميكانيك وكهرباء تنجيل، يعني كامل سيرف السياره كامل، يعني كلها كامله. هلا احنا موجودين بمنطقه الشارقه الصناعيه 5 خلف سوبر ماركت طوبه، ويا ميت اهلا وسهلا فيكم بورشه نهر الشام. طبعا جميع ارقام التواصل والموقع سوف يظهر اسفل الشاشه. نشكرك مره اخرى يا ميت اهلا وسهلا استاذ خالد. الى هنا اعزائي المشاهدين ونهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا يا ميت، اهلا وسهلا.